ورجعنا لكم بعد الفاصل. بجدد صباحكم صباح الخير، ومعانا النهارده الشاعره قمر صبري، شاعره سوريه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيكي. يا اهلا، نورانا. تسلمي. كلك ذوق. مين فينا ما يحبش يقعد كده ساعه العصاري مع كوبايه شاي وقصيده شعر؟ حاجه اخر روقان. ازاي ابتديتي تكتشفي ان انت عندك موهبه الشعر اصلا؟ انا دائما بقول لهم على هذا الجواب انه ولدت وكان في كفي قلم، بمعنى انه الانسان بيخلق معه موهبته. يعني ممكن يكون يعرف يكتب، يعرف يرسم شعر، فهي في كل انسان عنده هالموهبه. انا اول شيء كنت ارسم، بدات بالرسم، بعدين شوي شوي عرفت انه لا، انا بكتب. اوكي. هن اول شيء كانوا يقولوا لك اهلك دائما انه انت متحدثه، يعني قمر بتحكي حلو، قمر بتعرف تجامل، قمر بتحكي مع الناس. هي اول شيء هيك بيلقطوا فيكي هالقصه، عرفتي؟ بعدين بالمدرسه بكون مواضيع التعبير، فمرحله على مرحله بتكتشفي انه لا، شعر هذا. اوكي. اكتشفتي يعني بداتي تكتبي شعر حقيقي كده والناس تقرا ويقولوا قمر الجاسم الشاعره شعرك حلو، وانت في انهي سنه؟ تخيلي انه يعني شو بتسموها انتم، صف سادس ابتدائي، يعني مرحله ابتدائي. ايه، فانا كانت ماما مسافره الله يرحمها، الله يرحمها، فكتبت هيك، كتبت شيء، فاخي بيكتب شعر وهيك، فانا بده يخفف علي، راح قام شايله ونشره بجريده بصحيفه، وجايب لي اياها مفاجاه. هي السعاده اللي انا عشتها وحسيتها، صرت اتشجع اني اكتب كمان وكمان وكمان. امتى اول مره بقى كتبتي بطريقه بروفيشنال وبداتي يعني تنشري كتب، او يعني او تفكري ان انت تنشري كتب؟ بدات اكتب قصه. قصه هي شيء ما حدا بيعرفه. ياه. اكتب قصص قصيره وابعتها على صفحه ادب الشباب، كان الاستاذ غسان لافي طعمي. كنت في سوريا ولا كنت في مصر؟ لا، بسوريا. كنت في سوريا. ابعتها للاستاذ غسان لافي الطعمي على صفحه ادب الشباب عنا، فيكتب لي بالملاحظات انت شاعره. اوكي. عرفتي؟ انت شاعره. انا فاقعد يعني انه طب ليه بيقول لي هيك؟ طلعت نصوص انا كنت كاتبتها وخايفه اني ابعتها، بعت له اياها ولا بيقول لي ها. انا يعني كنت اتوقع ان تكوني شاعره. اوكي، حلوه جدا. كانت بشرة خير، بداية اكتشاف موهبة الشاعرة الكبيرة. فهلا عندي 8 كتب. كنت لسه هقول لك، انا عارفة ان حضرتك ليكي كتب، ممكن تقولي لنا اساميهم؟ عندي 8 كتب، كمان ترجمت قصائدي لعدة لغات، عندي وريقات مبعثرة، هي أول كتاب، بعدين عندي للعاطلين عن الأمل. بحب هيك إنه أعمل ازدياح لغوي، و عندي نياشين على صدر قبري، عندي دعوة للرفق بالكلمات، عندي قصص قصيدة جدا، مش قصيرة، قصيدة، عشان أنا هني بكتب أنا قصيدة على شكل قصة، بس هو شعر موزون وفي، فأنا سميته الديوان قصص قصيدة جدا. وعندي على البحر أمواج عارية وشيء من هذا القليل، مش قبيل، وعندي منذ هبتي أول حرف. المرأة ألد أعداء المرأة. كلمينا أكثر عن المقولة دي. لأقول لك شغلة، أنا للأسف اكتشفت هذا الشيء. هم دائما بيقولوا لي إنه نحن دائما بنطالب بحرية المرأة ومنطالب بالمساواة ومنطالب، بس انا بدي اطلب من المراه انه توقف جنب المراه. اذا انت ما وقفتي مع المراه، كيف بدك انت يعني تطالبي بحقوقك؟ تخيلي انت مثلا، يعني جربي انك تمدحي امراه امام امراه، انا هذا المثال بدي اعطيك اياه. جربي تمدحي امراه امام امراه، لا بتقول لك لا هاي مدري ايش، تزعل وبتقول لك هي ما نجحت لانه هي شاطره، لا نجحت لانه في حدا دعمها. دائما المراه بتحط رجل بنجاح امراه اخرى. ليه انت، ليش المراه ممكن تنجح؟ صحيح وراء كل رجل عظيم امراه،
كمان وراء كل امرأة عظيمة ما بالضرورة يكون كمان رجل، في حد داعم. بالضبط. انت لا تنفي نجاحها. كمان شو بدي اقول لك مثال، امرأة حامل، اذا حامل وبولد، حامل بولد صبي، حجيب صبي لما بنت، بنت. طيب ما انت مش باختيارها، بس انت ضد نفسك، انت زعلانة لانك حامل بنت. امثلة كثيرة، اليست المرأة ألد اعداء المرأة؟ طيب اسمعي، بتروح على محامي وليس على محامية، صح، بتروح على طبيب وليس على طبيبة، صح صح. واعطيكي امثلة كمان. اكيد ألد اعداء المرأة معناتها المرأة، ما فيش ثقة في قدرات المرأة. نعم، ثقي بحالك، بعدين هذه الثقة بحالك انت بتدعمك، ادعمي المرأة صديقتك، ادعمي كطبيبة، بتروحي على طبيبة بتقولي لأنه الطبيبة الفلانية منيحة، بتقولك لا هي مش كويسة وعملت عملية وأجهضت ناس فلا، ادعمي صديقتك، ادعمي المرأة. صح. ايه اكتر قصيدة يعني مش هقولك عملت ضجة لما كتبتيها، بس أثارت جدل، أو لما كتبتيها كل اللي حواليكي أو كل اللي قراها قالك ليه، أو كان فيها تساؤلات يعني، كان فيها لا هم أشياء أنا بكتبها كجمل، مثلا لما بيقولوا عن عتويتر هم تغريدات وكذا، فبيكتبوا لازم بجمل قصيرة تعملي أكشن يعني، فأنا كتبت، شوفي الجملة التالية، لخصت المرأة، لخصت المرأة ومشاعرها، فقلت بقيت مستيقظة طوال الليل أنتظر اتصالك كي لا أرد. عملت ضجة إنه قمر لخصت حالة المرأة، عندها الكبرياء، ضلت سهرانة كل الليل عشان يتصل مشان ما ترد عليه، عرفتي؟ فهي المرأة ولا لا؟ طبعا المرأة. طبعا. هي بدها اياه يتصل، يلا اتصل فيني، عشان لما يتصل مش حترد. فأنا عملت يعني تقريبا فيك تقولي رواية قصيرة، لخصت المرأة، عملت وحطوها بكتاب وعملوا تويتر وهيك. فكثير في أشياء هيك أنت بتعملي فيها أكشن. ممكن تسمعينا يعني قصيدة تكون قريبة قوي لقلبك؟ قريبة لقلب. بالمحكي ولا بالفصيحة؟ حسمعك اللي يعجبك، اللي بتحبيها. أنا هنا بما أننا بنص الدنيا والمرأة، بحكي عن المرأة الشاعرة اللي دائما في عندها معاناة أو تعب بالتعامل مع زوجها، لفهم أنه هي بدها تروح على ندوة، بدها تحضر في، ممكن تكون مشهورة ممكن. فأنا عملت هاي الحالة، كنت أمثل جيل الورد، أنثر عطر الكلمات على مد العمر، وجئت سكبت على موهبة الذكرى وقتلت الوعد، هل تسمح لي أن أتبع ظلك كي أحضر أمسيتي؟ أرجوك، ستفتتح الندوة حتما برعاية صمتك، إن شئت ملأت القاعة وحدك، إن شئت وقفت مكاني، وأنا من خلف المدعوين سأجدو لك، لن أشكو ودك، لن أقرأ حلما لم يخضع لرقابة حبك، أو موضوعا خارج تغطية هواك، وسأذكر كل محاسن صدك، أحلف أن أعتز بحلم رضاك، سأصور للعشاق وداعة ظلمك، وسأقنعهم أني جارية في قصر حنانك، أني من دونك لا أفقه حزنا، أن ثقافة روحي من سبر خطوط اللهفة في كفيك، كيف تغذت لغتي من شفتيك، والوزن تربى في حضنك، والعالم كيف فهمت العالم من رؤياك، وكيف رؤاية ماهت في عينين. الله، حلو قوي. أنه أنا بدي أقول له ما رح أطلع من أي شيء بدي أحكي عن، حتى حطيت وداعة ظلمك. بجد قصيدة حلوة جدا جدا، ويسلم لسانك. الله يسلمك.
حتى في قصيدة بسميها الديمق شعرية. أوكي. بحكي عن المرأة وديمقراطيتها بما معناه. بقول لا أريدك غائما باليأس، تجترع المآسي، تمضغ الذكرى على درب تكسر تحت أقدام الوداع لأتبعك. حلوة قوي. وتروح أن شاءت الأيام معتدا بظلمك، رافعا رأس الأسى من خلف قضبان الحياة، تريد تسجنني معك، أطلق حنانك، فك حزنك، لا أريدك ميتا، إني أريدك أن تعيش، إني أريدك أن تعيش لأقتلك. ياه قمر انت نورتينا بجد، كانت فقرة جميلة جدا وشعرك حلوة قوي. الله وحاجة حلوة نختم بيها 2020، وإن شاء الله بإذن الله أشعار جديدة وكتب جديدة، وإن شاء الله تنورينا في الحلقات الجاية بإذن الله، مع يكون في قصيدة جديدة بإذن الله. الله يسلمك. انتظرونا، فقرتنا خلصت بس لسه الحلقة كملت.